اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظهم من رفقاء السوء، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم أعذهم من منكرات الأخلاق والأعمال، اللهم أعذهم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، واختم لنا بخير، واختم لنا بخير يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا،
وبالسيئات عفواً وغفراناً. اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها. اللهم أدخلهم الجنة وأجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كلهم ولياً ونصيراً ومعزاً ومجيراً. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، واحفظ لهم الأعراض والدماء. اللهم احفظ لهم الأعراض والدماء. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، واجبر كسيرهم، وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.